قبل هذا المقطع يا حبايبي اتمنى تفجرون هذا المقطع باللايكات، تعبت هواي اليوم ثلاث مقاطع عدتوها لي امبارح واليوم، ففجروا هذا المقطع باللايكات وبس احبكم. الخبر الاول اللي عدنا عن يارامار وكشف حقيقة اسمها الحقيقي. بما يعرف يا حبايبي انه يارامار بهذا المقطع اللي نزلته ويا فريق نورمار كشفت بيه انه اسمها الحقيقي هو مو يارا، وبالصورة نزلت امبارح يا حبايبي كانت تسال امها انه شنو كانت تدلعها وهي كانت صغيرة، فقالت لها نانا. هذا اللي خلى انه يارا تخاف انه المتابعين يصيرون يعرفون شنو اسمها الحقيقي. كت شو كنتي مدلعة يارا هي وصغيرة؟ نانا. هلا بيعرفوا اسمي. الصراحه انا رحت بحثت بجوجل جميع اسماء البنات بحرف النون، فانتوا روحوا ابحثوا واكتبوا لنا بالكومنتات شو تتوقعون اسم يارامار الحقيقي ممكن يكون. ننتقل حاليا لاحمد ابو الرب وغيث مروان، واخيرا يا حبايب تصالحوا. بنزل هذا المقطع على قناه غيث مروان ويا بعض وحكوا بيه قصه كامل شنو سبب خلافهم وشلون تصالحوا، واللي اعلنوا من خلاله انهم تصالحوا، فان شاء الله الف مبروك على هذا الصلح. بنفس الوقت غيث مروان شاف بحقيقه انه علاقته ويا نارين بيوتي هو مو علاقه حب وانما مجرد صداقه. اللي شافوا المقطع يعرفوا عن شنو داكي بالضبط. اكون اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب هل انتم فرحانين بهذا الخبر او زعلانين عليه. ننتقل حاليا لقمر مارو وغنى هالناري وصوتها الناري. فقمر طايا يا حبايب نزلت هذا المقطع على حسابها بالتيك توك كانت تغني بيه اغنيه، الصراحه واضح ان البنيه كلش موهوبه ولها مستقبل بالغناء ولازم تسوي اغنيه بالايام الجايه. احس احط لكم الصوت مالتها شوفوه. غنوا معنا اغنيه فتيات الروابي. نحن اللون الوردي وانتم اللون الازرق. ستي يا ليت البنات بيلبسوا فساتين. هم يا ليت البنات ما يلعبوش في الطين. وخالتي هلتي تهدي الخيمه قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار. زاد ابويا ماليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش عصير عصير. ننتقل حاليا لمفاجأة اليوتيوبر نبدي ابو سام تيكيت وياس وتنزل لهم هذا الستوري دي يسأل قاتب بي دي يسألوني هل صورتوا فيديوهات، يقول صورت هواي فيديوهات، وبالستوري اللي بعد يقول راح تشوفون هذا الشيء بالفيديو راح احط لكم اياه. هذا الانسان اكثر شوفير مجنون بحياتي والله. فورمولا 1 فورمولا 1 والله عمل شغلات جننا كلياتنا. شكرا لكم. وطبعا هذا الستوري يا حبايب نينا وياسو كان موجودات بيها، فهذا يعني انه راح يكون مقاطع ويا بعض، فاكيد احنا منتظريها مقاطع تكون ناريه. نختم اخر شيء يا حبايب انس واصاله تنزل لهم شويه ستوريات لانس قاعد يقول بيها انه مفاجاه عيد ميلاد اصاله يا حبايب راح تنزل لنا بثلاث ايام او اربع ايام الجايه، ويقول المفاجاه راح تكون كلش ناريه. وبنفس الوقت يا حبايب انه باش راح ينزل لنا فيديو عن هذا الموضوع يحكي لنا بيه عن هذا الموضوع. شو تتوقعون يا حبايب المفاجاه اللي مجهزها انس الاصاله؟ اكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم. يعني انا اصاله ان شاء الله تكونوا بخير. كثير منكم عم يسالونا شو اللي صار فيديو عيد ميلاد اصاله، انتوا وعدتونا المفاجاه. اوكي اللي صار انه احنا كثير سخفينا بكميه التعب والجهد ان كان بتصوير هذا الفيديو او المونتاج حتى نقدر نطلع لكم اياه بالصيغه اللي انتم بتستاهلوها، حتى يكون فعلا من اكثر الفيديوهات اللي انا برايي اكثر الفيديوهات اللي انشغل عليها باليوتيوب العربي او حتى باليوتيوب الاجنبي. الفكره كثير صعبه انه هي تنحط مع بعض، فهذا هو السبب. فبكره ان شاء الله حينزل فيديو على قناتنا على اليوتيوب نشرح فيه تفاصيل اكثر شو اللي عم بيصير، نحطكم في باللوب مثل ما بيقولوا، وبعدين بعد 3 4 ايام حينزل فيديو كامل على اليوتيوب اللي هو فيديو المفاجاه. شغله اخيره، المقطع هذا اكثر من انه انا عم بقرا رسائلكم يا جماعه، ذكرتوني باصاله، فكرت هي انه الدنيا حتنقلب وما بعرف شو واكبر اضخم. لا، الفكره ابسط بكثير من ما بتتخيلوا، ولكن الطريقه اللي عملناها فيها هي اللي حتكون اوكي ان شاء الله تعجبكم. وبس والله حبايب نصت المقطع، المقطع عجبكم، ثالث مقطع على التوالي. اتمنى تفجرون هذا المقطع باللايكات وتقدرون تتابعوا شويه. احبكم وبس، مع السلامه.